يبدو أن رحلة البحث عن أول فوز بالنسبة لشباب عين فكرون لم تحن بعد. السلاحف واجهوا فريق اتحاد 11 الذي عرف بداية سيئة هذا الموسم وجاء من أجل النقاط الثلاث. أول محاولة في هذا الشوط كانت للمحليين عن طريق اللاعب قرع وجها لوجه هنا يضيع أمام دوخة. رد فعل اتحاد 11 جاء سريعا، يونس على الجهة اليسرى يفتح الدفاع يتدخل وبومشرة يستغل خطأ فادح في الدفاع ويوقع الإصابة الأولى، وكان ذلك في الدقيقة 9 من المرحلة الأولى. فرحة عناصر وأنصار اتحاد 11 لم تدم طويلا، فبعد 3 دقائق وبعد هذه الركنية أكريف من جانب عين فكرون يتمكن من معادلة النتيجة. شباب عين فكرون كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني لو استغل قرا هذه الكرة التي كانت في العمق. ثم عمل فردي من اللاعب يونس على الجهة اليسرى وحاني ستار في المكان المناسب يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح اتحاد 11، وكان ذلك في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. أيت عمر بعد ذلك في هذه المخالفة والقائم والحارس بركي ينقضان الموقف، والشوط الأول انتهى بتفوق اتحاد 11. اتحاد 11 واصل الضغط على مرمى المحليين وأمض هنا وجها لوجه يضع الكرة في أيدي الحارس بركي، ثم عمل هجومي آخر ورأسية هانيستار تصطدم بالعارضة الأفقية. نلعب الدقيقة 70، شباب عين فكرون يستفيد من ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب زياد في منطقة العمليات. بن حملة يتولى تنفيذ ضربة الجزاء لكنه يخفق أمام الحارس دوخة. بعد هذا اللقاء يتوقف بسبب رشق الملعب بالحجارة من قبل الأنصار. أصيب على إثرها أحد أعوان الأمن على مستوى الوجه. الحكم عوينا فضل الانتظار مدة 10 دقائق. ليعود بعد ذلك إلى أرضية الميدان من أجل إكمال ما تبقى من المباراة، لكنه استحال عليه ذلك بسبب التصرف الغير أخلاقي لبعض الأنصار. هانيستار هو الآخر أصيب خلال هذه الأحداث المؤلمة التي لا تخدم كرة القدم ولا شباب عين فكرون. ليقرر الحكم عوينة توقيف المباراة نهائيا. حاولنا التقرب من الطاقم الفني وإدارة فريق عين فكرون لأخذ انطباعاتهم لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح. وفيما يلي انطباعات بن عمار مساعد مدرب اتحاد 11. احنا جينا لهنا بالدي ريزلت اللي درناهم على العلمه
جينا باش نكونفيرمو لهنايا، وكما يقول لك نحو هذيك لو دوت هذاك باش نحوه. كما يقولوا لا بريمير ميتون كانت كرينا بلوز دو زوكازيون، ماركينا دو بوت، كنا قاعدين نزيدو نماركو. كما يقول لك هما عاودوا ولاو لو بريمي بيت فيه الشك باسكو كان تيشارج على الكارديان. كما يقول كملنا نلعبوا عاودنا ولينا في الريزيلتا، ماركينا لو دوزيام بيت. اون دوزيام بيت كانت ان بتي ريلاشمون مع لي جوار، ولينا شويه اللور. كما يقولوا جاتهم من بينالتي دوخه جابها. كما يقول لك كملنا لي سيبورتر تاعهم هما اللي كما يقول لك هما اللي حبسوا المقابله، ماشي الحرس اللي حبس المقابله.